أعزائي أنا هواة ومربي أسماك الزينة، أعزائي أنا متابعي قناة تربية أسماك الزينة خطوة بخطوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لكم اليوم بفيديو جديد حول أسهل أنواع الأسماك من ناحية التفريخ والتكاثر داخل أحواض المنزل. سوف نتطرق اليوم إلى 5 أنواع، كل نوع من هذه الأنواع سوف نذكر بعمر السمكة اللي يكون جاهز للتفريخ من الولادة، فترة حضانة هذه السمكة، عدد المرات اللي ممكن نتفرخ بها هذه السمكة عندما تكون الظروف مواتية وظروف جيدة، نسبة الذكور إلى الأناث اللي هم يسميها male to female ratio، عدد الأفراخ أو عدد البيوض حسب نوعية الأسماك، وهل السمك يكون عدائي تجاه أفراخه أو لا، أو يأخذ بالعكس أكو أنواع داري أفراخه. وبالنهاية آخر نقطة هي المتطلبات العامة والمحاذير قبل وبعد التفريخ. نبدأ بالفيديو على بركة الله. نطلب من عندكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. أول نوع من هذه الأنواع الخمسة اللي ذكرناها هو سمك الجوبي أو يسمى الكوبي. طبعا هو من أسهل أنواع الأسماك من ناحية التفريخ والتكاثر. مطلوب، أنا شخصيا أفضل بأنه السمك اللي تريد تكاثره اللي هو الجوبي تفصله بحوض لحاله. يعني أكو مربين يخلي مثلا 4 أو 5 أنواع بحوض واحد، صراحة هذا يكون الأمر صعب، لأنه متطلبات سمك الكوبي قد تختلف عن سمك آخر ثاني موجود بالحوض من ناحية نسبة الأملاح، نسبة الأكسجين، قياس الحوض، أو اختلاطه مع أسماك أخرى قد تؤذي في التكاثر. فنرجع مثل ما قلنا، عمر السمكة يكون 3 أشهر السمكة تكون جاهزة للتكاثر والحمل. هو هذا النوع من الأسماك هو يسمى السمك الولود، هو يسمى سمك ولود، هو بالحقيقة مو يولد، وإنما يحتفظ بالبيوض داخل كيس داخل الجسم، وعندما تنضج الصغار يتم طرحها خارج البطن. فترة حضانة الصغار داخل السمكة تتراوح من 21 إلى 28 يوم. فترة الحضانة تختلف من الظروف إلى قياس وحجم السمكة الأم. تصل مرات السمكة الجوبي بأنه تتصل بأنه عفوا عدد مرات السمكة ممكن أن تحمل وتجيب أفراخ تصل إلى 20 مرة طول فترة حياتها. نسبة الذكور الأناث كل ذكر يستطيع أن يلقح إلى 3 أناث، يعني ممكن أن تحط حوض ب6 أناث 2 ذكور، أو 1 إلى 2، أو 1 إلى 3 حسب الظروف. الأنثى الوحدة تضع من بين 20 إلى 50 فرخ كل مرة ولادة، طبعا حسب ممكن الظروف وحجم الأنثى. السؤال، هل الكبار السمك يأكلون الصغار؟ الجواب نعم. لذلك يجب أن نعزل صغار الجوبي عن الأب والأم.
نحط الحوض بمكانات كثيرة لاختباء الصغار على مود نتجنب خسائر كبيرة. ما هي المتطلبات العامة والمحاذير اللي هي قبل وبعد التفريخ؟ صراحة لا توجد متطلبات عالية، هي فقط الخوف من أن تؤكل الصغار خصوصا بالأيام الأولى. لا تعطي الأسماك كميات كبيرة من الغذاء بالأيام الأولى، هذا خصوصا ما بعد التفريخ، يعني لأنه أحيانا الأكل يؤذي الصغار. يفضل حوض الجوبي أن يكون مليء بالزرع، تكون نسبة الأملاح حسب المطلوب. بعد يومين أو 3 أيام نغذي الأسماك بالديدان الصغيرة أو غذاء غني بالمعادن على مود السمكة تستعيد قواها بعد التفريغ. النوع الثاني من الأسماك هو سمك المولي. سمك المولي لكي يكون جاهز للتفريغ تكون عمر السمكة من 8 إلى 15 أسبوع. فترة حضانة الأفراخ هي تكون 30 يوم. عدد مرات التفريغ يتراوح من 8 إلى 10 مرات خلال دورة الحياة، ويكون أكثر إذا كانت في طبعا الأنهر والسواقع اللي هي الموطن الأم لهذه الأسماك. نسبة الذكور إلى الأناث تتراوح من ذكر إلى ذكر أو ذكر إلى 2 أنثى، هاي النسبة المثالية. أكو أحيانا يحطون أكثر، بس كل ما زاد عدد الأناث إلى نسبة الذكور تقل عملية التفريق والعكس صحيح. في كل مرة تضع الأناث من 10 إلى 60 صغير، طبعا هاي النسبة تختلف على قياس السمك الأم وعلى الظروف الحوض أو ظروف الطبيعية المهيئة داخل الحوض. للأسف كبار سمك المولي يأكلون بشراهة صغار المولي، لذلك يجب أن نأخذ حذرنا بهذا الموضوع. أحيانا هم مو بس يأكلوهم، أحيانا يضربون، هم يستغربون من يشوفون صغار المولي، فتلاحظ بأنه يروح السمك يعضه أو يؤذيه للسمك الصغير وبالتالي يموت. لذلك إحنا نجب أن يكون الزرع كثيف، إذا نقدر نحط شبكات وتعيق حركة السمك داخل الحوض، نقلل من حركة المي والأكسجين والموتور، نخليها على أقل شيء، لأنه هاي بالأيام الأولى تأذي صغار المولي. نحط أركان مخفية كثيرة على مود الصغار يختلون بيها، نزيد الديدان، أكل الديدان، نزيد نسبة الأملاح بالأيام الأولى، نغير المي بصورة مستمرة على مود نحافظ على صغار المولي. ومثل ما رجعنا وقلنا بالأول، يفضل بأنه يكون النوع اللي تريد أنت ذا تكثر بالبيت، يجب أن تحط نوع واحد داخل الحوض على مود تحصل على أفضل النتائج. النوع الثالث من الأسماك هو سمك الأنجل. سمك الأنجل هو سمك بياض، عمر السمكة اللي تكون قادرة على التبييض هو 6 أشهر، وقد تصل إلى 12 شهر حسب الأجواء الحوض. سمك الأنجل هو يقال على أنه سمك نحس، بس هو يحتاج ظروف معينة من يتكيف ويا هذه الظروف، وتكون الظروف مواتية تلقيه ينطلق ويقوم يتكاثر بطريقة معينة. وأحيانا نشوف مربين
يشكي بأنه سمك الأنجل لا يتكاثر، لا يتحرك، لا ينمو، لأنه سمك الأنجل صراحة هو سمك نحس، يحب يتكيف ويا الحوض. لمربي سمك الأنجل هناك فد معلومة، سمك الأنجل لكل ذكر يقترن بأنثى واحدة طول فترة حياته. لذلك أنت حط ال 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 اختار الأنجل ومنهم صغار، هذا حتشوف بأنه هذول الصغار ورا ما يكبرون حيصيرون كابل، يعني حيصير كل ذكر وأنثى معزولين. إذا تريد تكاثرهم شيل الذكر والأنثى وحطهم بحوض معزول، حتشوف بأنه ال الذكر والأنثى أول شيء يفكرون به إذا كانوا ظروف الحوض اللي نقلت به ظروف ممتازة، حيفكرون أول شيء اللي هو بالتفريق والتكاثر. الأنثى تضع البيض اللي هم يسموها بطريقة أفقية، طريقة عمودية، تضع البيض اللي هي تحتضنه لفترة قد تصل إلى 7 أيام. ورا ما تضع البيض الذكر يروح يلقح البيض، عملية التلقيح تستغرق حد أقصى إلى 2 أيام. بالنسبة لعدد مرات التبييض لسمك الأنجل، لا توجد صراحة إحصائية خلال فترة حياته، يعني يقول لك مام هي إذا أكو ظروف معينة فيه دائما تبيض. الأنثى ممكن أن تضع كل 7 إلى 10 أيام ممكن أن تبيض والذكر يلقح هذه الأسماك. لذلك تعتبر سمك الأنجل إذا كانت الظروف داخل الحوض ظروف ممتازة وقياسية، تلاحظ أنه سمك الأنجل يتكاثر بأعداد هائلة. سمك الأنجل خصوصا اللي هو الجيف بريدينجز اللي هو اللي يبدي يريد يبيض، ينزعج بأنه صاحب الحوض يتقرب إليه دائما. لذلك أنصح بأنه السمك المعزول للتبييض لا تروح له مرات عديدة باليوم، أو تخلي مثلا أطفال يوصلوا للحوض، لأن هذا يأثر على 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 التبييض. ذكرنا ببداية الكلام عن سمك الأنجل كل أنثى تقترن بذكر، والاقتران يكون من عمر صغير. عدد البيوض يصل من 100 إلى 1000 بيضة حسب عمر الأنثى. هناك ميزة ممتازة عن سمك الأنجل بأنه الأنجل ما يأكل صغاره، هو سمك أمين على الصغار. لذلك أنت هذا الآن اللي عملها الطريقة بأنه أعزل الصغار أعزل الأب والأم في حوض، ومن يبيض يفقس البيض تلاحظ بأنه سمك الأنجل ما يأكل الصغار. هذا من ميزة ممتازة جدا سمك الأنجل. من المتطلبات والمحاذير، نعتني بدرجة الحرارة، تغذية صحية، نحافظ على نقاء المي، حركة المي والمطار نقللها إلى أقصى شيء أو خليها شبه معدومة، خصوصا بال3-4 أيام الأولى. نغذي إذا أريد أكثر من مرة، لأنه هم من حفظوا هذا الحوض وحسوا به أنه هو أمين وبيضوا به، ممكن أن يبيضون تكرار كذا مرة. لذلك ممكن أن تغذيهم وتلاحظ بأنه نتائج التبييض حتكون عندك ممتازة. النوع الآخر من نوع أنواع الأسماك هو سمك البلاتي. تتراوح عمر الأنثى اللي هي تكون جاهزة للتبييض، هنا هذا السمك هو الولود، هو عمر 4 شهور. مثل ما قلنا إذا هي متكون ظروف ممتازة وظروف عالية الجودة بالحوض، وأرجع وأقول اللي يريد يكاثر حوض بالبيت أو أسماك، أو اللي يريد يكثر أسماك بالبيت يفضل بأنه يعزل كل نوع لحاله، يعني ما يخلط أنواع. فترة حضانة الفراخ أو صغار البلاتي تتراوح من 24 إلى 28 يوم. عدد مرات تفريق الأنثى هي كل 4 أسابيع دورتها. لا توجد يعني فترة أو عدد مرات معينة، يعني ما أكو ليميت
هي عمرها تروح تتراوح من 3 إلى 5 سنين، فتحسب كل 4 أسابيع إذا كانت درجات الحرارة والحياة البيولوجية بالحوض ظروف ممتازة. نسبة الذكور إلى الأناث هي من 1 إلى 3 كحد أقصى، وفيك تحطهم إلى اللي هو من 1 إلى 1، 1 إلى 2، هذا كل شيء ماشي. كل مرة تفرخ بها الأنثى من 20 إلى 50 صغير. ميزة سلبية بسمك البلاتي بأنه يأكلون الصغار. هنا أنا أريد أركز على هاي الملاحظة. سمك البلاتي من الأسماك العدائية تجاه صغار، يعني ما عنده مثل ما نقول رحمة على الصغار، يعني حتى الأم ورا ما تولد بدقائق بثواني تشوف الصغار تروح تأكلهم. لذلك أكو فد تعامل خاص مع أنثى البلاتي. من تشوف الأنثى اقتربت من موعد الولادة أنا أفضل بأنه تعزلها بحوض ثاني. رجاء لا تستخدمون الحضانة، أنا ما أنصح بالحضانة، الحضانة هي مقبرة بالنسبة للأسماك وبالنسبة للصغار. تعزل السمك الحامل في حوض تكون ظروف البيولوجية مشابهة لظروف الحوض الرئيسي، ورا ما تفرخ تشيل الأم وترجعها إلى الحوض الأصلي. غذي الأم قبل ما تنقلها تغذية غنية بالمعادن. الحوض الصغار قلل به حركة الأكسجين أو الموتور، حط زرع هواية، حافظ على نسبة البي اتش ودرجة الحرارة. الغذاء بالنسبة للسمك البلاتي الصغار اتبع تعليمات التغذية، لأنه الأكل اللي هو موجود بالسوق أحيانا يضره. اتجه اللي هو الغذاء اللي هو مصنوع من الخضار المطحونة أول شيء، على الأقل أول أسبوعين، وراها ابدأ تضيل بروتينات. النوع الأخير من الأسماك اللي هو اللي هو سمك السكالايت، الأفريكان سكالايت. طبعا هذا نوع هو بيوض، عمر السمك اللي هي تكون جاهزة للتبييض من 3 إلى 5 أشهر. فترة حضانة البيوض من 21 إلى 32 يوم. أرد هنا أنا أشرح لكم فد معلومة عن هذا النوع من السمك. سبحان الله، من تكون أهم من أرجع عفوا نقطة، إذا تريد تفرخ أو تكاثر أسماك حط نوع واحد في حوض واحد. هنا أنا الأنثى تضع البيوض، الذكر يروح يلقح البيوض، الأنثى تروح تبتلع البيوض وتحطها بفمها من فترة من 21 إلى 32 يوم. سبحان الله، عندما تنضج هذه الفراخ الصغار تبدأ الأم تطرحها من 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 الفم. طبعا سبحان الله، أنا يعني ربيت سمك الأفريكان سكلايد، بس سبحان الله ولا مرة صار عندي تفريخ، لأنه سمك نحس ودائما ما احتفظ به على فترات طويلة. أوكي، نرجع إلى محتوى الفيديو. نرجع نقول لك بأنه عدد مرات اللي ممكن الأنثى أن تضع بها بيوض هي فترة من 6 أسابيع إلى 8 أسابيع. الذكر إلى الأنثى نسبة الذكور إلى الأناث قد تصل من 1 إلى 3 كذلك، بس يفضل بأنه يكون 1 إلى 1. نسبة البيوض أو عدد البيوض قد تصل إلى 30 بيضة كل مرة. عدد مرات الأنثى اللي هي تبيض هنا بسمك السكالايد هو يكون فترات طويلة، يعني ممكن كل 6 أشهر يلا تبيض مرة. فلذلك هو لذلك المربين داخل الأحواض صراحة ما يفكرون بهذا الموضوع، يعتمدون على الاستيراد أكثر شيء.
سبحان الله سمك الاسكالايد من نوع يعني إذا فرخت عندك الـ 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 الأنثى حتلاقيها بأنه تعتني بصغارها وتدافع عن صغارها. أي واحد يشكل لهم خطر تلاحظ بأنه الأب والأم يسوون فد هالة حول هذه الصغار ويمنعون أي أحد من تقرب. لذلك ظروف نشأة الأطفال مع الأب والأم تكون ظروف مثالية. المتطلبات تكثير هذا النوع من السمك يحتاجون صراحة إلى حوض كبير، نحط أماكن كثيرة للتخفي، نحافظ على نسبة البي اتش اللي تتراوح من 7.4 إلى 7.9، نعطي تغذية صحية للأم بعد كل مرة تبيض على مود تحافظ على صحتها، لأنه هي خلال 21 يوم اللي احتفظت بها بالبيوض بالفم تكون فقدت كثير من المعادن، لأنه هذا كان أكلها أقل. نتمنى أن فدناكم بهذا الفيديو، شاكرين للمتابعة، ونرجو منكم أن تشاركوا وتشتركوا بالقناة وتفعلون الزر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.